اقصر. يعكس وليد، يعكس الملك مكان الوزير. لا يا ابني الوزير الملك الابيض في ايوه ما هو الملك ايوه هو ده في علامه الزائد اهو على تلهاوي بقى في رمضان بس المغرب الملك مكان الوزير. فين الزحمه يا جماعه؟ ما هو الملك ده الوزير اروح مكان في زحمه ده الوزير ده الصبر بنو. الوفاق تمارا من اجمل مناطق الوفاق من اجمل مناطق تمارا الوفاق. راح اودي كوماندو برفانات وراجع احنا قبل العصر. بقى ما شاء الله الأراضي الفاضية في المغرب دي كده أرض فاضية وسط العماير. في ناس تفكر إن الكلام ده عادي لكن هو مش عادي، لأن حتة أرض فاضية زي دي في بعض الدول بتبقى مقلب زبالة. هتلاقي جيران هنا وهنا وهنا كلهم يرموا فيها الزبالة. أعوذ بالله. لكن هنا الحمد لله كلام تاني. جميل اول وفاق دي من اجمل الاماكن في المغرب. صديقي المغربي ان في تاني اكبر مسجد في المغرب جنبينا هنا جنب تمارا في مدينة تميسنا. كده معظم الغربة ما يعرفوش اصلا ان في مدينة اسمها تميسنا. مدينة تميسنا دي جنب تمارا. انا عارف الجمالي ما عرفتوش. لا في ناس في المغرب كتير ما عرفوش تميسنا. مدينة جنب تمارا ب 10 كيلو ولا 15 10 كيلو. ما اعرفش ان المسجد واكبر مسجد بعد مسجد الحسن الثاني. تاني اكبر مسجد بعد الحسن الثاني اللي في كازابلانكا. كانوا رايحين بقى نصلي العشاء والتراويح. هو لقيته متشجع. ممكن بقى نشوف الموقع هناك نشوف الاجواء مع بعض. يلا بينا نشوف مدينة تميسنا. مدينة جميلة زي ما قلنا مدن المغرب بتلاقي المدينة لازقة في المدينة، بس دي مدينة ودي مدينة لوحدها مع ان هما الاثنين يعتبروا مدينة واحدة. يلا بينا.
وصلنا الناس داخله بقى هنلحق العشاء بس مش عارف الجنب ده مش مضيء ليه على الصومعه طبعا احنا بالليل هحط لكم بقى كده لقطات بالنهار كلام تاني بقى المسجد المسجد مساحته كبيرة والساحة كبيرة ما شاء الله اسمه مسجد محمد السادس جوه بقى بس الليج الفاسي تركب كل حته لوحدها متخيلين ما شاء الله خلصت صلاة ست ركعات يعني اللي هما في اخر ركعتين طلعت بره كده في الهواء المسجد ما شاء الله جميل جدا معماريا والزخرفة جوه حاجة رائعة لكن هي مشكلة في الإضاءة معمولة بطريقة جوه مش عارف مهدينها كده اللي هي خافية معالم كتير في بالنسبة للزخرفة المساحة جميلة جدا هنا حوالين المسجد ساحات خضراء وساحة الحرم المسجد يعني باركينج
وانا واقف جوه بصلي حسيت كده الوهله ان انا في الحرم المكي، لان الامام الاولاني مش اللي بيصلي دلوقتي ده، الاولاني كان صوته عامل زي السديسي بتاع حرم مكه. السديسي ده يعني معروف من زمان، من التسعينات وانا بصلي وراه من وانا طفل يعني صغير في المدينه في مكه، يعني صليت وراه كتير وما زال حتى الان موجود. كان صوته عامل زي صوت السدوسي، لو لقيت لقطة كده متسجلة احطها لكم، بس انا للأسف ما سجلتوش، انا سجلت التاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله. هنا في مسجد محمد السادس في مدينة تمسنا على القهوة بقى بعد التراويح بنشرب الاتيه. افتح يا معلم باللعبة المصرية الطاولة. بتلعب ازاي انا معرفش، لعبة مشهورة جدا في مصر، كل القهوة في مصر ده عندهم اللعبة دي، كل المقاهي المقاهي الشعبية ومش عارف مش خلاص ولا ايه. شطرنج اهو، انا العب شطرنج. استنى عليها بس ثلاث دقايق بس. ايه هي 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 بقالي مدة ما لعبتهاش، بس ممكن اكسب على رمضان.